أنا ساكن بين سراغيب بحي التليل المنطقة الشرقية جنوب المصرف الزراعي. طيب ميز حارتنا أنه حارة هادي وتقريبا حوالينا فضاء مثل البري. حارتنا أو حارتي كلياتنا هون ولاد عم. حارة متآلفة منحب بعض كتير وعايشين برواق الحمد لله. هون اللي بيميز حارتنا أنه في مصرف زراعي. نحن هون عنا كنا في فضاء هون بالحارة، كنا شباب الحارة نلعب بالطابي، أكثر نشاطاتنا نلعب بالطابي أو نجتمع بالحارة سهرات في هالليالي، سهرات سمر. بال 2013 20 رمضان صار شيء غير مجرى حياتنا. حملة كبيرة صارت على سراقب، حملة من قبل النظام. طبعا الحملة كانت مركزة على سراقب أكثر شيء بالحوامات اللي كانت تلقي البراميل المتفجرة. بعشرين رمضان الساعة 12 إلا ربع بالذكاء أو 1 إلا ربع في طيارة هليكوبتر كنت عم بسمع صوتها، ألقت أول برميل متفجر وثاني برميل متفجر، حسيته ضرب في قلبي لأن كنت أحس إنه فعلا هالبرميل جاي على بيتنا. توجهت على بيتنا وهز بيتنا للأرض. ما حسنت مالك حالي هون، فقدت الوعي وكان فارق الحياة. أمي، خالتي، أخت أمي، ابني الصغير عثمان، زوجتي انبتروا رجليها اثنين، عندي طفل اسمه عمر في عنده بتر، دي بنتي كمان لوجين تشوه وجهها. واللي بيعزيني انه لسه البيت موجود، احجار موجود، يعني الحجار موجوده. دائما انا بجي على الحاره بتردد عليها كل نهارين ثلاثه، بستفقد البيت لانه له ذكريات فيه. يعني البيت بضل مثل العش القديم للطير او العصفور، برجع بحن له. هذا البيت اللي فيه ذكريات كبيره مع الحاره، مع شباب الحاره، مع اطفال الحاره، من درجه من الطفوله لايام الشباب لايام رجولي. يعني لنا ذكريات فيه حلوه كثير. هذا البيت انا وحيد لاهلي كنت، فكنت مدلل شوي. هون هاي الساحه هيك كنا نلعب فيها طابي. هون هاي الساحه اكثر شيء نلعب فيها. سطوحنا كان مطل على سراقب كلها، كانت تبين علينا. وهذا بيتنا المدمر هون بشكل كامل. هاي البيت، ساحة البيت هون كانت غرفة ضيوف، هونيك الصالون، هي كانت غرفة اللي تزوجت فيها. هون كان في عنا براندا واسعة نقعد فيها نتسامر فيها بالصيف، نسهر بالصيف. وهاي ساحة البيت هون طبعا، وهون هاي حديقة البيت كلها. هاي الشجرات بالصيف كنا نقعد تحتهم، كنا نتسلى فيهم، نعشبهم من الأعشاب الضارة، كنا نزرع تحتهم شوية خضريات يعني نتسلى فيهم. بتمنى تنتهي الحرب في سوريا، بتمنى أنه بشار الأسد يرحل. أنا متفائل إن شاء الله أنه نرجع على الحارة بعد ما تهدى الحرب ونعمرها ونعمر البيت، وارجع سكن اولادي الثلاثه اللي بعد ما صبنا بالمرمين المتفجر اللي خلفتهم بعد الاصابه، يرجعوا على بيت جدهم اللي عمر لي اياه، وانا ارجع اعمر لهم اياه لاولادي. وترجع الحاره من جديد ببهجتها، ونرجع للافراح من اول وجديد، ونرجع للالفه مثل ما كنا ونسهر مع بعض. هذا اللي بتمناه.